مشاهدينا، وللحديث عن تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حول القصف الأخير لإيران على العراق وانتقاداته للعراقيين عن رفضهم لهيمنة إيران، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. ألا يحق للعراقيين أن يرفضوا هيمنة إيران أو أي دولة أخرى على بلادهم؟ وكيف نستسيغ أو على أي أساس ينتقد حسن نصر الله العراقيين ويصفهم بأنهم نكروا جميل إيران عليهم؟ طبعا من حق العراقيين وكل الشعوب المحتلة أن ترفض الهيمنة وترفض الاحتلال من أي طرف كان، سواء كانت دولة جارة أو دولة بعيدة. والعراقيون ليس بعيدون عن هذا الأمر مطلقا، والعراقيون قد قاوموا جميع أنواع الاحتلالات التي سبقت الاحتلال الأمريكي الإيراني الغاشم. لذلك من حق العراقيين هذه المقاومة وهذا الدفاع المشروع الذي أقرته قوانين السماء والأرض، وهي مقاومة مشروعة. وإيران عندما تدخلت في العراق فإنما تدخلت بأسلوب سلبي وليس إيجابي، فهي دخلت وفق اتفاقات مسبقة مع الأمريكان ومع البريطانيين، وأدخلت هذه الأحزاب الفاسدة وميليشياتها التي ترعرعت في ظل حكم الملالي في طهران لتدخل للثأر والانتقام والتخريب والتدمير. وبدأت إيران منذ البداية بنهب آبار النفط القريبة على الحدود، ومن ثم دفعت ميليشياتها لتصفية مكامن القوة في جسد المجتمع العراقي من كفاءات ومن ضباط ومن طيارين ومن علماء ومن أساتذة ومن أطباء. ولذلك حاولت تدمير العراق أو تدمير المجتمع العراقي من خلال تدمير هذه النخب وهذه الشخصيات التي كانت تشكل مراكز ثقل، سواء في التربية أو التعليم أو الصحة أو النقل أو التصنيع أو الزراعة. وبعد ذلك تطور أمر هذه الميليشيات المدعومة إيرانيا بالوصول إلى تفجير قبة الإمامين العسكريين من رضي الله عنهم من أجل بث الحرب الأهلية والطائفية بين مكونات الشعب العراقي، ومارست عملها الإجرامي لقتل العراقيين على الاسم والهوية والمذهب والدين، ورحلت كثير من الديانات الذين تركوا أيضا بيوتهم وأملاكهم وكنائسهم وأديرتهم ومعابدهم التي كانت يزخر بها العراق في البصرة وفي العمارة وفي الناصرية وفي بغداد، وغادروا العراق. هذا ما يجري في العراق. فلماذا حسن نصر الله يجافي الحقيقة؟ وإيران ارتكبت من الجرائم نيابة عن كل القوى الشريرة في العالم، وهي تحملت وزر كل هذه الجرائم، بل كانت تفتخر بها لأنها جاءت للثأر والانتقام. لذلك لا يمكن أبدا أن القبول بالدور الإيراني الذي أوصل العراق إلى الحالة التي وصلت عليه من التخريب والتدمير والفساد، بالإضافة إلى السيطرة على موارد الدولة العراقية. موارد الدولة العراقية تذهب إلى إيران في سبيل برامجها النووية والصاروخية ومد أذرعها المسلحة في العراق وفي المنطقة، وهذا معلوم للعالم أجمع. لذلك إيران دورها سلبي في العراق، ليس دور إيجابي في عملية الحفاظ على العراق أو وحدة العراق. هي تريد أن تلتهم العراق كله بلقمة واحدة، ولكن هناك المقاومة الحقيقية، وهناك الشعب الثائر، وهناك إخواننا في الجنوب الذين كانوا في بداية الأشهر الأولى للاحتلال يتصورون بأن إيران قد جاءت لتساعدهم، ولكن نظروا بعد هذه السنين وإذا إيران هي خنجر الغدر المسموم الذي وضعه الاحتلال الأمريكي في ظهر العراقيين وفي خاصرتهم لتدمير البلاد. حسن نصر الله بدل أن يتحدث عن هذا الكلام أو أنه إيران لها فضل، عليه أن يسأل أو يستمع إلى قادتهم. هذا حسن عباسي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قال نحن صرفنا 70 مليون دولار في الحرب في العراق وفي المنطقة، وأخذنا بدلها 14 مليار دولار، بمعنى احنا لم نعمل مجانا.
وهذا يحيى رحيم صفوي أيضا أحد مستشاري خامنئي قال نحن لم نقم بأعمال مجانية في المنطقة، هم قاموا بعمليات تخريب وتدمير والاستيلاء على موارد طبيعية سواء في العراق أو في سوريا أو في أي منطقة أخرى. وحسن نصر الله الذي يتباهى بالعلاقة مع إيران، أنا أسأله ماذا قدمت للبنان؟ لبنان الذي تحول إلى دولة فاشلة بكل المقاييس. طيب. هذه بيروت العظيمة بعمرانها بنهضتها في الستينات في السبعينات حتى كهرباء في المستشفيات. كانت دول العالم حتى أوروبا تتمنى أن تكون مثل بيروت. الآن بيروت خربة. فرنسا الشرق. الآن بيروت خربة. نعم. بيروت قرى متهالكة. طيب في هذا الإطار دكتور. نعم. يعني كيف ينظر العراقيون اليوم؟ وخصوصا متظاهرين تشرين ونحن في مناسبة إعادة واستئناف التظاهرات، كيف ينظرون إلى دور سليماني في العراق؟ وهل ما يجري في العراق بعدما قام به سليماني ضد المتظاهرين وقمع التظاهرات هو نكران للجميع؟ سليماني أيضا كان دوره هو 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 ما يقوم بالدور الإيراني في العراق. هو سليماني هو قائد التمثيلية أو قائد المسرحية في العراق، هو من يقوم الحقيقي بكل هذه الجرائم. نعم. تحت اسم فيلق قدس أو تحت اسم الحرس الثوري، ومارس من الجرائم ما يندى له الجبين. حتى إن صحفية عندما كشفت غدره بتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام قد قام بإعدامها، وقد كشف هذا الأمر للصحافة العالمية وللصحافة العربية، وهذا هذا معلوم. سليماني لم يقدم شيئا، هو بدل أن يقول هنا سليماني وقدم الأفضال ليذكر لنا ما هي الأفضال. هل هي الأفضال بإدخال الإرهاب والقتل والإجرام للعراق؟ هل الأفضال لإيران إنها جعلت العوائل العراقية تبحث في مكبات القمامة عن لقمة عيش لأبنائها؟ نعم. هل أفضال إيران عندما نهبت خزائن العراق من أجل أن تقيم بها مصانعها؟ هل أفضال إيران الذي جعلت العراق ممرا للمخدرات؟ نعم. إلى دول الجوار؟ نعم. دكتور نعم. نستغل الوقت لأننا ليس لدينا الكثير من الوقت. في ظل تصريح حسن نصر الله بنكران جميل العراقيين لإيران، لماذا قررت إيران في هذا الوقت بالتحديد قصف محافظات شمال العراق ولليوم الثامن على التوالي دون أن يكون هناك أي رد فعل من حكومة بغداد؟ هذا هو عملية تصدير لأزمتها في الداخل التي تواجهها من خلال الرفض الشعبي الجماهيري للشعب الإيراني لحكومة الملالي التي جعلت كل مهمتها هي تدمير دول الجوار وإشاعة الفوضى في هذه الدول، وتركت الشعب الإيراني يواجه مصيره من حيث الفقر والمجاعة والتخريب أيضا وحالة الاقتصاد المنهار، ولكن حالة الملالي التي ينهبون ويسرقون ويأكلون ويقيمون أصبحوا هم في واد والشعب في واد آخر. هي عملية تصدير لهذه الأزمة وإلفات نظر للعالم حتى يلتفت عن ما يجري داخل إيران إلى هذا القصف الغادر الذي يقع على المدن والقرى الحدودية داخل العراق. طيب اليوم بعثة يونامي تتحمل مسؤولية كبيرة من سكوتها على تدخلات إيران في العراق، كيف ينظر اليوم إلى دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وتغاضيها عن دور إيران وتدخلاتها والقصف الحاصل شمال العراق؟ يونامي هي لجنة من شهود الزور على ما يجري في العراق منذ 19 عاما. نعم. هي لم تكتب ولم توثق سوى أنها تصدر بيانات خجولة، ومتهمة هي بالرشوة والفساد إلى جانب الحكومة العراقية في اتخاذ ما يجري. لذلك لن تحرك ساكنا حتى وإن كتبت هذه التقارير. هي كل ما تصدر منها أو من أمين عام الأمم المتحدة إنه من دواعي قلقه إنه أصبح هناك. نعم. قصف وأصبح هناك كذا. هذا لا يخدم القضية العراقية ولا يخدم ما يجري على الساحة العراقية من تخريب وفساد ودمار. نعم. سؤال أخير، يعني التظاهرات اليوم التي عادت بشدة في محافظات بغداد والمحافظات الجنوبية، الرافضة للوجود الإيراني وأنتم في الميثاق الوطني العراقي، كيف تنظرون إلى إعادة نشاط التظاهرات مرة أخرى ورفضها صراحة للتدخلات الإيرانية؟
التظاهرات التي تجري اليوم في جنوب العراق وفي بغداد هو تأكيد شعبي وهو رد حاسم على تصريحات حسن نصر الله بأن نعم. هذا الشعب العراقي بكل مكوناته يرفض الهيمنة الإيرانية والسيطرة الإيرانية وميليشياتها على مفاصل الدولة العراقية وعلى ما تقوم به من دور إجرامي ضد أبناء الشعب العراقي من أجل خدمة المخطط الشرير الذي يقوده ملالي طهران لتدمير المنطقة ولتدمير العراق. الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا على حضورك معنا. وسهلا، شكرا لك.